كل مرض بيعاني منه الإنسان له أصل شعوري واضح، مش مرض بس، كل عرض. يعني الهرشة دي كده لها أصل شعوري، ظهر تقيل دي لها أصل شعوري، شعر أبيض له أصل شعوري، لون الشعرة، جودة الشعرة، طول الشعرة له أصل شعوري، ركبتي هنا بتوجعني له أصل شعوري، ارتفاع ضغط الدم له أصل شعوري، أي عرض بيشتكي منه الإنسان له أصل شعوري. الإنسان كائن شعوري اتخلق له جسد. الشعور والمشاعر هي أصل الإنسان. أي نسيج في الجسم عندما يمرض أو يضطرب بيكون تمثيل أو بين قوسين تماهي لحالة شعورية مضطربة، وبالتالي كان لابد من وجود برنامج يوضح هذه العلاقة، وده اللي احنا سميناه التماهي التشريحي. مرض الإنسان حقيقة هو اضطراب في النسيج. الأنسجة عندما تمرض بتتفاعل مع اضطراب شعوري وتقابله بشكل شديد الانتظام، بمعنى ان كل اضطراب شعوري محدد بيقابله مرض محدد. تأثير المشاعر المسبب للأمراض ده موضوع في أي ثقافة في أي بيئة موجود. يقولك متوتر جدا فعشان كده شكله عجز بسبب التوتر اللي هو عايشه اليومين دول، أو واحد ده جاله أزمة قلبية بسبب المشكلة اللي حصلت له. علاقة الضغوط الاجتماعية والمشاعر المضطربة بالأمراض احنا كلنا عارفينها، بس هو الفكرة كلها ان احنا اللي احنا مكناش عارفينه ان في شعور محدد لمرض محدد. فبرنامج التماهي التشريحي بنشرح الحتة دي، الشعور المحدد مش للمرض، للعرض. في برنامج التماهي التشريحي بنقسم أنسجة الجسم حسب أصلها الجنيني إلى 4 أنواع أنسجة، وكل نوع نسيج له معنى. الأنسجة اللي بيخرج منها الأحشاء البطن زي الكبد مثلاً وزي الأمعاء، دي أنسجة مشاعرها مبنية على الحرية والاختيار، واضطرابها بيبقى مبني على شعور الخوف والاضطراب. الأنسجة اللي بتحافظ على الجسم زي الطبقة الداخلية للجلد، الغشاء المغلف للقلب، الأنسجة دي لها علاقة بالطمأنينة والأمان. النوع الثالث اللي هي الأنسجة اللي مرتبطة بالحركة بشكل عام، عظم وعضلات. الأنسجة دي مرتبطة بشعور القوة والقدرة والتأثير والحركة، مرتبطة بشعور العجز والضعف، الشعور السلبي اللي وراها. رابع نوع من الأنسجة المرتبطة بالامتلاك والحقوق، زي مثلا الطبقة الخارجية للجلد، حقي بالذات في الجلد له علاقة بحقي في الآخر، مراتي دي بتاعتي، صديقي ده صديقي أنا مش صديق حد تاني. احنا في برنامج التماهي التشريحي بنناقش ايه معاني هذا النسيج، وبنعرف ازاي بيضطرب هذا النسيج والشعور المضطرب اللي بيصيب هذا النسيج. اللي احنا بنوعد المشاركين في البرنامج بيه هو ان هيخرج من البرنامج وعلى وعي كبير جدا بعلاقة كل نسيج في الجسم بالمرض، عنده وعي شعوري بعلاقة حدة المشاعر بالأعراض، فبيفهم ان جسمه هو تماهي جسدي للمشاعر اللي هو بيشعرها، كيف ان الاضطراب الشعوري بيأثر على مشاعرنا سلبا وبيأثر على جسمنا سلبا. المرض بينبهني انتبه للشعور ده مضطرب، اتزن فيه وصلحه علشان حياتك تتحسن والمرض يروح وحياتك تبقى اكثر جودة واكثر فائدة.